يهنيهم فيها. الجيهاني يسألني يقول مي تذكرين فنانة تحسين ما أخذت حقها إعلاميا؟ والله في فنانات يعني مثلا يعني نفس مريم الصالح يعني حسافة ما أخذت يعني بالذات لما كبرت وانضجت وايد صارت يعني ممثلة تخرع، لأن الفنان كل ما يكبر بالسن خبرته التمثيلية تصير جبارة. مريم الصالح ما أخذت حقها خصوصا بالسنوات الأخيرة، أوكي باستثناء مسلسلها مع أم سوزان بيعة النخي. هيفاء عادل، استقلال أحمد لما اعتزلت مبكر، أوكي ووصلت لمرحلة فيها نضج خرافي. في وايد فنانات.